عن العلاقات الاجتماعية الموجودة في حياتنا وإيه أهميتها؟ أقول لك أهمية العلاقات. بحب دايما أشوف آخر الدراسات اللي اتعملت. في آخر حاجة في جامعة هارفارد كانوا عملوا دراسة مطولة لمدة 75 سنة على 724 بني آدم من وهم صغيرين لحد ما كبروا، اللي هو كانت في ناس بتموت في النص يعني، علشان يشوفوا ويتابعوا تصرفاتهم إيه الحاجة اللي كانت مخليهم أكتر سعادة وأكتر صحة على مدار حياتهم من هم صغيرين لحد ما بقوا 80 سنة مثلا، اللي 75 ما شاء سنة. الله، ربنا يديهم العمر الطويل. كانت العلاقات الصحية، إن هو الناس اللي مسهلينها على بعض والناس اللي بيتعاملوا مهتمين بعلاقاتهم الصحية، فكانت صحتهم أفضل وحياتهم أكثر سعادة. يعني اللي مش متعقدين بتقولوا مسهلاهم مع بعض، مش معقدين مع بعض. مش معقدين مع بعض، واللي رايح واللي جاي سهل. فلاحظوا ان هما من ال 724 بني ادم اللي كانوا اكثر سعاده واكثر صحه واكثر كل حاجه سهله في التعاملات، كانت اللي علاقتهم باللي حواليهم جيده. طب حلو قوي دي، جميل، حلو قوي الدراسه دي، هايله هايله. فعشان تعرفنا بس اهميه التعامل في العلاقات بالسهل، لان العلاقات دايما مشكلتها ايه؟ كنت لسه بكلم حد بقول لهم ايه رايحه ام بي سي، فقال ايه الموضوع؟ قلت لهم عن العلاقات وازاي نستثمر في علاقاتنا، قالوا لهم نقطع العلاقات اسهل. أيوة، ناس من كتر كتير صعوبتنا. ناس كتير بقت تقول نقطع العلاقات، احنا تعبنا. صحيح. طب ونعيش ازاي من غير ناس؟ نعيش ازاي نعيش ازاي من غير ناس؟ والجنه من غير ناس ما تدهش. صحيح. بس بتبقى الازمه لما تبقى الناس بتصعبها على بعض، فازاي نسهلها على بعض؟ هو ده يمكن شحن الرصيد او الاستثمار. هو ده لسه اسالك، ازاي نشحن؟ ازاي نشحن؟ طب ما الاول نقول يعني ايه بنصعبها على بعض ويعني ايه بنسهلها على بعض؟ بنصعبها، خلينا نقول عكس اللي احنا هنقوله. يعني جميل. انا قلت عشان الناس تفضل فاكراها على واحنا اخر السنه، قلت ايه؟ اربع كلمات بتبتدي بميم واربع كلمات بتبتدي بميم. فانا دلوقتي لو انا عايزه احسس بوسينه ان انا عايزه استثمر في علاقتي بيها للسنه الجديده، فهحسس بوسينه باربع حاجات. هحسس بوسينه ان هي مهمه، واقول لها لو انت بالنسبه لي شخص مهم تحبي ان انا ازاي احسسك باهميتك؟ عاملك ازاي؟ ليه؟ لان هي بالنسبه لها اي حد فينا يحب يحس ان انا مهم. أي. في عين اللي قدامي، حتى لو طبعا. هو زوج، زوجه، صاحبه، صاحب، اي حد. جميله بالظبط كده. وان انا احسس حضرتك ان انت مهم او احسسها ان هي مهمه بتختلف. فلما اقول لك ان انت شخص مهم عندي، ازاي احسسك باهميتك؟ العلاقات بتبقى صعبه ليه؟ لما احسسك ان انت مش مهم. لما حسسك ان انا كل حاجه في حياتي مهمه غيرك انت، فدي حاجه بتخليني احس ان انت بتصعبها عليا ليه، او انت بتتعامل معايا كده ليه. فدي اول حاجه، ازاي احسسك ان انت مهم او احسسك ان انت مهم. فدي اول حاجه، اول ميم. الميم الثانيه مقبول. لما بنتعامل مع بعض، لو هقرب انا وبوسينه من بعض في التعاملات، هتبان لها عيوبي وهيبان لك، هيبان لي عيوبك. صح. فالمفروض ان انا بقبلك بعيوبك، لان انا مش متوقع ان انت ملاك، ومش متوقع ان حياتك ما عندكش عيوب. لا، انا قبلاكي بكل عيوبك. فلما حتى بنقولها كده it's all about acceptance، انا متقبلاكي بكل عيوبك. فلما تحسي، فده بيحسسك معايا بالامان، ان انت في مساحه امان، في علاقه مريحه، سواء كنا صحاب او ازواج او ايا كانت العلاقات المختلفه عن الاهل. حتى علاقه الاهل، يعني حتى الام لما بنتكلم ما شاء الله في الريبورت اللي اتعمل، كلهم بيقول ايه؟ افتقد امي، افتقد امي. لو هناخد من جمال علاقه الام، المفروض ان الام بتقبل ايه؟ تقبل عيالها بمميزاتهم وبعيوبهم. صح. بحبهم زي ما هم، بحبهم زي ما هم. فهي دي بتاخدنا للقطه الثانيه اللي هي محبوب. انت محبوب زي ما انت عايز تتحب، لان طريقتي بنقولها في لغات الحب الخمسه، انا بحب بطريقه معينه، احب الكلام الحلو، احب ان انا ممكن حضرتك قبل الفاصل لما قلت لها ايه تحبي تاكلي ايه يا بوسينة. لو بوسينة مثلا عامله دايت، فانت قلت لها انا عامل لك ده واعمل لك ده واعمل لك ده، عشان عارف ان انت عامله دايت. عامله دايت، فانا كده انا بحب بوسينة، بعمل حاجه كستمايزد على بوسينة، ان انا سعيد وانا بعمل لها حاجات عشان انا بحبها. لكن ممكن اكون عامل فطير وقشطه وبقوة، بس عامل ايه؟ مش هتاكل. عشان مش مهتمين بيها، فهتحس ان ايه؟ شكرا وبتاع، بس انا محدش اهتم ان هو يعمل لي الحاجه اللي انا بحبها. بنفس. فمحبوب هنا يعني ان انا احب زي ما هي تحب تتحب، واسالها بتحبي ايه؟ بتحب الورد ولا لا؟ عشان اجيب لها ورد زي ما هي عايزه، مش ممكن ما تحبش الورد وانا اجيب لها ورد. فاللي هو على طريقتها، على طريقتها هي، على طريقه الشخص اللي قدامك، مش اللي يناسبك انت. وان انا دايما بحب احسس مثلا، يعني لما اتكلم مع ابني، اتكلم مع زوجي، اقول له انت بالنسبه لي شخصيه محترمه. لما ده حتى ده بيخلي ان هو ايه، انا عايز ابقى على قدر توقعي.